الحق وزهق الباطل. الحق فين؟ ده احنا لسه الايه دي نزلت في مكه في الاسراء، نزلت 10 بعثه في وسط الضرب على قول ان الاسراء 10 بعثه في وسط الضرب، فين الحق اللي جه وزهق الباطل؟ ثباتك على الحق نصر للحق، ثباتك انك انت ما تقعش في لا تفتري علينا غيره وما تقعش في لا يستفزونك، كده جاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا. الحق بيستمد قوته من نفسه من داخله، الباطل بيستمد قوته من الخارج بالظروف الخارجيه، والظروف الخارجيه متغيره. انت بكره تروح المدينه ويبقى ليك سلطان والباطل يزول، لكن لو انت تخليت عن جزء من الحق، انت تخليت كده عن جزء من القوه بتاعت الحق. تاني، الوحي هو مصدر القوه، لما تتنازل عن جزء من الوحي انت تتنازل عن جزء من قوتك. المعادله دي للاسف مش مفهومه عند الناس، هو معتقد انه ما يتنازل عن جزء من الوحي هيقوى او هيقرب من التمكين، بالعكس انت تباعد، انت بتفقد مصدر قوتك، انت بتفقد الشيء الوحيد اللي لو اجتمع اهل الارض عليه مش هيعرفوا يعملوا زيه، مستحيل. ده مصدر قوتك ومصدر رفعتك، وانه لذكر اي لشرف لك ولقومك، بتتنازل عن شرفك. التنازل عن جزء من الوحي فقدان للقوة. ذلك بعد الثبات ده، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن عشان يزداد غيظهم، مش هم عايزينك تفتري علينا غيره، بالمضارع وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين عشان ما يتأثروش بيهم، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أنا كان نفسي نكمل بقية الآيات لكن أنا أتوقف عند هذا الحد. آخر حاجة أختم بيها، الزاد الروحي يأتي بالصلاة، الثبات يكون بالصلاة في جوف الليل، كده الإنسان هيثبت، مفيش ثبات من غير قيام ليل. لو قعدت تقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا هنتصر ربنا بينصر المؤمنين، يعني أنت كده مش هتثبت، أنت محتاج كلام ربنا يثبتك. قلت لكم قبل كده، تخيل لو سيدنا ابو بكر يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لهم يكلمهم يقنعهم عقليا، اصل طبيعي وبشر والبشر لازم يموتوا، هي ايه واحده خلصت الموضوع، وما محمد الا رسول. ايات ربنا تنزل على قلبك في قيام الليل اشد وطئا تغيرك. احنا محتاجين نجدد علاقتنا بالقران في قيام الليل، تجديد لعلاقتنا بالقران. لن يحدث تجديد في الواقع إلا إذا حصل تجديد في قلوبنا لتلقيها للقرآن، دي قاعدة. لن يحدث تجديد في الدين في الواقع إلا إذا حصل تجديد في تلقينا للقرآن. تلقينا القرآن صح هيحصل التجديد صح، تلقينا القرآن غلط مش هيحصل تجديد أصلا.